بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أطفالنا والصيام، مع اقتراب شهر رمضان يصل إلينا الأسئلة التي تسأل أو تستفسر عن ما السن الذي يجب على الأطفال فيه الصيام. فنقول أن الأطفال الصغار دون سن البلوغ غير مخاطبين بالصيام وغير مكلفين، ولكن ينبغي على الأبوين أن يراعوا تدريب الأطفال على الصيام حتى يعتادوا هذه العبادة ويألفوها عند الكبر. فعن الربيع بنت معاوز رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم. فقالت: فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار وعليه. فمتى طاق الطفل الصغير جسديا الصيام فعلى الأم والأب أن يراعوا تعويضه على الصيام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.